في إيمان وثبات وبطولة فذة وقوة قلبية عميقة، نزل القائد العذري الميدان وقاد المعركة لتحرير جبال صلب، إلى أن وصل مع قوات الجيش الوطني المشاركة في المعركة مواقع الجمايم المطلة على وادي حريب القراميش. وظل يقاتل الحوثيين هناك إلى قبل 5 أشهر، فتم سحب اللواء 141 إلى الجوف ليواصل العذري حربه ضد الإنقلابيين في جبهتي المصلوب ومزوية، ثم أعيد مجددا إلى مواقع القتال في ضبوعة بنهم شرق العاصمة صنعاء، واستشهد هناك بقذيفة هاون. رجال بلغوا ذروة البطولة، لأن الثمن الذي يدفعونه أرواح من لحم ودم، يرسمون الطريق الجمهوري لمن بعدهم من القادة لإنهاء الإنقلاب وتحقيقا للمشروع الوطني الكبير. ونعزي أنفسنا جميعا في المنطقة العسكرية السادسة وفي قيادة اللواء 41 والشهيد رجل وقائد من خيرة الضباط الذي أفنوا زمان وقتهم وحياتهم بإخلاص وشجاعة وصبر لقضية الدين والوطن التي نحن جميعا بإذن الله تعالى سائرون على درب الشهداء جميعا. قاتل العميد محمد العذري خريج الكلية الحربية ورئيس عمليات اللواء 141 في مواقع المنصاع ميسرة الفرضة، حيث كان يقود في تلك المعركة 150 فردا من قوات الجيش الوطني. هذا الرجل من يوم أن التحق بالجيش بالقوات المسلحة ثم التحق بالجيش الوطني، رجل ما عرفناه إلا مناضلا مجاهدا مكافحا، لا يبحث حتى عن المناصب العليا. ولذلك ستجدون هذا الرجل وهذا البطل الذي كان رئيس عملية اللواء 41 لم ربما ما شاهدته على أي قناة. هذا الرجل كان يشتغل بصمت، كان يشتغل بهدوء، لكنه كان رجل جسور في الميدان. وتقديرا لتلك البطولة التي سطرها هذا الرجل، شيعت قيادة المنطقة 6 والـ7 برمتيها والعديد من الضباط والأفراد في الجيش الوطني الشهيد محمد العذري، شاركوا بتشييع مهيب لمواراة جثمانه في مقبرة الشهداء بمأرب. لم يبخل القائد العذري بدمه، دافع عن كرامة اليمنيين وحال دون تقدم الحوثيين في الجبهات ليكرم اليوم بهذا التشييع المهيب. عمر المقرمي، يمن شباب، مأرب.